كيف تقيم مستوى خط الدفاع لمنتخب؟ استاذ علي، احنا يعني كل شيء متعارف عليه، احنا عندنا اشكاليه بخط الدفاع زي. يعني كفرات كمجموعه بالواحد واحد كثير اشكاليات، كنا نتمنى انه تكون لها حلول هذه الحاله. بيش حلول بالمنظومه، طريقه اللعب، اسلوب اللعب. الان من استلم كاساس من عامين الى الان احنا دائما نتخوف الكره اللي يعني رغم اليوم شاهدنا المنتخب العماني يعني تواجده كزياده عدديه جزائريه قليل العدد، لكنه دائما يصير خطا، يصير خطا بالابعاد، خطا بالمناوله، وبالتالي علينا فتح او وقت من الاوقات. بالتالي الى الان احنا عندنا مشكله في 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 خط الدفاع، والدليل الان ابو طيبه ذكر لك ريبيل سلاقه في كل العالم ما في منتخب يجي يشوف لاعب من شوط 5 ملاعب مباريات ويفضل يعني كاساس هو عند اللاعب الاول ريبيل سلاقه او يشوفه، لكن متعارف عليه اي لاعب يبتعد عن المباريات ما يشترك. وبالتالي هذا اكبر دليل انه احنا عندنا مشكله في خط الدفاع، مشكله كبيره، لكنه غير الدفاع استاذ علي. حتى طيب عالج الموقف الرجال وغير الشكل المنتخب ولعب بثلاثة محاور وما رضيته، غير غيرها الشوط الثاني حتى نحافظ على مستوى الدفاع. استاذ علي، هي مو بالكمية، ما نتكلم على كمية عدد، نتكلم على الجودة بخط الدفاع. حتى لا ألعب خمسة، حتى لا ألاقي فريق على مستوى عالي احتفاظ بالكرة واحد واحد ممكن يسوون إشكاليات. والآن لو شاهدت الوقت الاخير من المباراه كان ممكن المنتخب العماني يرجع. انا اتكلم من اللاعب الخمسه، مو وقت يلعب بخمسه استاذ علي، نقطه مهمه. اللاعب الخمسه الفريق العماني يلعب بمحسن الغزالي فقط لاعب رقم 11 زين، ويلعبون بخمسه بوسط الملعب، رجع عندنا ثلاثه بالعمر ترك لهم وسط الملعب، هذا خطا استراتيجي، وهذا ما يقوي الدفاع بيلعب بخمسه. طيب خلي اسالك بنقطه بما انه انت قريب من الاوساط العماني.